هناك إنسان كامل وإنسان غير كامل، يعني ناقص معيوب، ولكن هذا غير مرتبط ب يعني غير مرتبط بجسم الإنسان. فأن نرى إنسان فاقد الأذنين أو فاقد العين أو أسود البشرة ونقول إنسان ناقص، هذا فهم خاطئ لحقيقة الإنسان، لأننا هنا نتحدث عن السلوك، عن الروح، النفس والقلب إلى آخره. الإنسان الكامل هو الإنسان الذي تنمو لديه جميع القيم، ولكن تنمو بشكل منسجم. جميع القيم حينما تنمو وتنضج بشكل منسجم يصبح الإنسان إنسانا كاملا. يعني الشرط الأساسي والقاسي للوصول إلى الكمال البشري هو أن تنمو القيم بشكل منسجم. كيف؟ يعني ماذا نقصد بالانسجام؟ يعني أن الإنسان دائما يعيش في مد وجزر. فمثلا قد تجد إنسان تنمو لديه قيم معينة ولكن تضعف قيم أخرى، يعني ليس هناك انسجام في القيم. يعني مثلا قد تجد إنسان يصلي ويقرأ القرآن ولكن قيمة خدمة الناس تجدها ضعيفة لديه. يعني القيم بحال شي خانات، يعني بحال ديكاز، يعني خانات خص هذوك الخانات كلهم يعمروا، كل خانة خصها تعمر. ملي كيعمروا الخانات كاملين ديال القيم الإنسانية يصبح الإنسان إنسانا كاملا. جميع القيم بأنواعها، المحبة، العدل، الصدق، خدمة الآخرين، جميع القيم الإنسانية حينما تنمو هذه القيم بشكل منسجم يصبح الإنسان إنسانا كاملا، وينعكس ذلك في علاقاته مع الآخرين. تصبح علاقات مع الآخرين علاقات ناجحة، لأن جميع القيم الإنسانية تشتغل وتنمو بشكل منسجم. قد تجد إنسان ينتقد الاستبداد وينتقد الحكام المستبدون والمدراء المستبدون وينسى أن بداخله أنا مستبدة، الأنا المستبدة، لأن القيم لديه قيم مضطربة. يعني أنا تخون وتكذب وتنافق، ولكن كيف تنمو هذه القيم بشكل منسجم؟ هذه القيم الإنسانية كلها تنمو بشكل منسجم حينما تشتغل جميع مكونات الذات الإنسانية بشكل منسجم أيضا. الإنسان يتكون من عقل وروح ونفس وجسد وقلب، حينما تشتغل هذه المكونات بشكل منسجم يصل الإنسان إلى الكمال البشري نتيجة نمو القيم بشكل منسجم. يعني تصبح لديه الإنسان الكامل، لديه روح طاهرة ونفس زكية وقلب رحيم وعقل مرشد متبصر وجسم مستقيم أو جسد مستقيم، يعني لديه استقامة في سلوكياته وتصرفاته. كيف تشتغل هذه القيم بشكل هذه المكونات العقل والنفس والجسد والروح بشكل مستقيم؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة. ولكن الكمال الإنساني البشري تجسد وتحقق في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي جاءته التزكية من فوق سبع سماوات حينما قال فيه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الكمال البشري الذي رباه ومرره إلى صحابته الكرام بالتربية، وانتقل إلى التابعين والعلماء والأولياء الصالحين الذين فهموا عمق الدين ولم يقفوا عند النص وعند الحرف. ويمكن لأي واحد منا أن يصل إلى الكمال البشري حينما يتحقق هذا الشرط، حينما تشتغل لديه القيم الإنسانية بشكل منسجم وجميعها